بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما زلنا في حديث وعبرة ونحن في خاتمة هذا الحديث. خلال شهر رمضان استطعنا أن نجعل كل يوم توجيه أو نشرح توجيه أو نقرأ عليكم توجيها من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تلوناها، ونحن في نهاية هذا الشهر العظيم، الشهر الذي إذا قمنا لصلاة العيد وأديناها فنكون قد أخذنا جوائزنا، ومن قبلها نسأل الله أن تدركنا ليلة القدر، وأن نكون من الذين نالوا العشر الرحمة وعشر المغفرة وعشر العتق من النار. في خاتمة هذه التوجيهات أقول لكم، أولا أنصح نفسي وأنصحكم معي أن هذه الآية يجب أن تكون دائما دستورنا، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. النجاة في فعل الخير، النجاة دائما في أن نكون مصدر راحة وطمأنينية للناس، ليس للمسلمين والمؤمنين، للناس جميعا. دعونا نتغلب على الآخرين بأخلاقنا، بصدقنا، بأمانتنا، بحبنا للناس، بتفريجنا لكربهم، بقضاء حوائجهم. وهنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن حوائج المؤمنين والمسلمين، أي حاجة تقضيها لأي إنسان في الأرض سواء كان مسلما أو غير مسلم فالله يأجرك. إحنا عندما نطعم الطعام ونحن نذهب إلى كثير من الدول نطعم الطعام، هل نسأل الناس هل أنتم مسلمون حتى نطعمهم؟ هل نسأل علاقة، هل يجوز لنا عندما نطعم الجائع أن نسأل عن عقيدته؟ هل نسأل عن مساره، عن لونه، عن قربه منا أو بعده؟ ليست هذه من شيم الإسلام. أقول لكم قصة. يوما من الأيام حفرنا بئرا في أحد مداشر تشاد، ونحن لا نعلم بأن هذه الدشرة مسيحيون، لمجرد أنهم كانوا يعانون من ماء، كان عندهم عطش كبير جدا. لمجرد أن حفرنا البئر وظهر الماء كلهم أعلنوا الشهادة أمام الكاميرا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكثير من الناس يتوبون الناس على أيديهم، ليس بالأقوال ولا بالخطب ولا بالمحاضرات، وإنما بالفعل. فلهذا الله سبحانه عز وجل يقول وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فلنتعلم الدعوة بالإنجاز، بالعمل، بالفعل على الأرض. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله يكره الإنسان الذي يقول ولا يفعل. رب العالمين يشتد غضبه ومقته للإنسان عندما يقول قولا ولا يطبقه ولا ينجزه على الأرض. فلهذا نصيحتي في النهاية، دعونا نكون معاول خير، دعونا نكون إيجابيين، دعونا نكون من الناس الذين يزرعون التفاؤل والبسمة والرحمة، ويكون دائما من يكون مصادر خير، حتى إذا التقينا في الناس بالطريق يضحكون في وجوهنا، لا يخافون منا بل يطمئنون بنا. جيراننا نحسن إلى جيراننا، إلى والدينا، إلى الطريق، إلى أعمالنا، في مناصبنا، في كل مكان نكون معاول خير. واعلموا جيدا أن هذا يوفر السعادة وراحة البال ويطيل في العمر، ولأن العمر دائما إذا كان في الخير فهو محمود، وإن كان في الشر فهو مذموم. نستودعكم الله، لعلنا نلتقي في شهر آخر نصومه بإذن الله، رمضان القادم بإذن الله. اللهم وفقنا دائما للخير، اللهم فرج على أهلنا وإخواننا في فلسطين هذا الكرب، وارفع عنهم هذا المقت وهذا الظلم، واجعل أيدينا واجعل كياننا من الداعم لهم بكل ما نستطيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفور رحيما. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.